يوب اخويا بدلتي الطربوش هذا النهار هذا هذا الخوت باهمو ريزو. صباح الخير عليكم الخوت. حنا كنتولدوا في سوق الثلاث بتاريخ 7/2021 7 في شهر 9 من طبيعة الحال. مرحبا بكم الخوت، نشوفوا السوق كيفاش داير. هذا المرقدة يتحدوا الخوت ما عطاو فيه والو، وتحياتي لجميع المتتبعين داخل وخارج الأرض الوطن. تانتا تشد، مرحبا اخويا. المرقد ديالو منين اخويا؟ يتحدوا شحال داير في السن؟ وريقات؟ اللهم بارك اخويا. بارب ولا ارب بارب؟ ارب بارب. وتحياتي للناس ديالي يتحدوا. المهم اي حاجه دخلت غنبارطاجيها معكم الخوت، ونشوفوا السوق كيفاش داير. السوق كيبان اليوم خاوي. هانتوما الخوت، هذا المرقد وزم تنيك ارب بارب. السوق مازال ما عطا والو الخوت، والمرقد وزم كما كتعرفوا. هانتوما الخوت، اليوم السوق ناقص الخوت. لون مليح. المهم الله يدير شي تاول بالخير، وتحياتي لكم الخوت جميعا. هانتوما الخوت، هذا المرقد قبل قطبيين تعطات فيه 5000 درهم، اللي عطاو 700,000 ريال، 5000 درهم، 500 دولار، 500 أورا الخوت. شي لي سمع الخوت، هم أي حاجة كنبارطاجيو معكم. وتحياتي لجميع المتتبعين، واحد واحد ربي يحفظكم ويوفقكم الخوت، والله يسر لكم الأمور. هاد المرقد ديالو نشوفو منين المرقد، منين قلتي لي اخويا؟ المرقد زعير الخوت، عطاو 130,000 ريال فيه، ما عندوش وريقات، 6500 درهم الخوت. هانتوما الخوت، ستلاف وخمسمية درهم، 650 دولار، والسن ديالو 5 سنين الخوت، 5 ديال السنوات. هذا الخوت عطاو فيه 5000 درهم، المرقد ديال سلا، عندو 5 سنين، عندو 5 ديال السنوات الخوت. واليوم السوق كما كتشوفوا، اش غادي نقول لكم، السوق خاوي اكثر من المره اللي فاتت ما عامرش، وراكم عارفين المليح والو الخوت. هم اي حاجه حنا كنحاولوا اننا نبارطاجيو معكم. المهم السوق اليوم المليح والو العربي. هانتوما كتشوفوا الخوت، تعطات فيه 100,000 ريال، والله يسر المال وتبارك الله. شو هاد الخير، شحال سامع اخويا؟ الله الله. المرقد منين اخويا؟ تعلمت يا مولاي. هانتوما كتشوفوا تبارك الله، المهم السوق اليوم اخويا هذا هو اللي كاين بين شويه اليوم في السوق الخوت. يلا لادير
وين الحاجة؟ هذا الخوت باه امو رزق دخول استرني استرني يا ياسين اخو هو اللي تباع ب 14 مليون شحال هادي هنا في السوق ديال العربية طويضة. اب ديالو فريزو امو فريزو وتحياتي لكم. المهم هذا هو اللي كاين هنا في السوق اليوم. ربي الله يرحم الوالدين ردوا عار رد الكاميرا لهذا الشيء على حسب الكراس. مرحبا ودي السي الامين. مرحبا وما تنمشي عندي ولا. مرحبا ودي السي الامين المرقد من سلا الخوت كما قلت لكم باه فريزو امو فريزو. ما انتم الخوت تبارك الله اللهم بارك. هذا هو اللي كاين اليوم في السوق ديال الثلاث كامل. كاين شي حاجه اخرى وكاينه شي حاجه اخرى ناقصه. عمل حاجه الله يسر لكم. هذا كيما قلت لكم خول فريزو اللي تباع ب 14 مليون. والعربي هانتوما الخوت هذا المرقد سلا مجموع 7 مليون اللي تعطى دابا. والله يسر لكل واحد. عود مليح ناضي ما عنده شريقات. وانتم كتشوفوا تبارك الله عود مليح اللهم بارك. والمرقد سلا هم اي حاجه كنبارطاجيوها معكم الخوت. كما قلت لكم اليوم السوق راه ناقص ما كاينين شيخ اليوم الفلوس. المهم الله يسر لكل واحد. بارك الله اللهم بارك. تخلي فلوس صار خير عطا فيه 4500 درهم عطا ليه ايوب عطا فيه 90000 ريال هو كيقول 5000 درهم الخوت. ثم العملية ديال البيع كيفاش كتتم تعطات فيه 4500 درهم. شوف فين غادي يوصلوه. شحال عطاو في هذا ايوب؟ ايوب ريال عطيتي هنا سالك الطريق شحال عمل؟ قلت لك الصندوق صاحبي يبيعوا لي خلي جميع الشروط. ما هو دابا 900 الخوت ومازال ما مشاش مازال في المداوله الخوت. المهم الله يسر المولي. يلا خير يا حبيبي. هلا وليدي. انا البقاء تتسوي في جاي انا جاي بقى انا ما بغيت شيء ولد الشاق الفريخات افريخ تبارك الله مازال صغير. عاودي معك في التلاوه. ها انتم الخوت
المهم السوق كيما قلت لكم اليوم ما كاينش شي حاجه خاوي. المهم حنا غنبارطاجيو معكم اي حاجه كاينه علاش لا، وتستاهلوا الخوت. والسي محمود هو معنا الله ينورو، وتحياتي للجميع. وحده وحده هذا سليمان هذا، ولكن بالنسبه للثمن ديالو باش تباع ما نعرف الخوت. ما كتشوف فيا ايوب بدلتي الطربوش ياك؟ دايبتي سير اش تقول لهم نبيعو؟ دايبتي سير ردو يخدم. هذا الخوت تعطات فيه 32000 ريال المرقد حجامه 1500 درهم الخوت 1600 درهم. السوق اليوم انا قفل خوت، ما كاينش شي حاجه ديال سميتو. راه داك العوده خويا جموع هذا الخوت جامع. وحده وحده يلا وحده وحده ايوب يلا سير. عمر هذه الاجواء هذه ديال سوق ثلاث الخميسات كنقول لكم بالسلام عليكم، شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.